كتاه. هلا لا لا بس بجي الابهار ازهر ازهر. تسطر تسطر يا هيل تسطر ابهار. شو هيله؟ ما تعرف شمر انت. ما نبهر بهيل الحين، بهر فلوس، فلوس وين رايح انت؟ حط بهارنا فلوس. شاف 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 يا ولد. لا طناية 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 شوف. ونعم. ايه هم تمسك الهيل هم تدبس عليا. ضيوف الضيوف المذهب شروق يستاهلون اكثر. ونعم. كيف الحال يا شباب؟ حبيت أتكلم وأعلق عن المقطع اللي انتشر في الواتساب الأسبوع الماضي، وهو عن الرجل اللي قاعد يهايط بفلوسه، حاب يغير نكهة القهوة من تكونها قهوة بالهيل، حاب يحط الفلوس، قام بيكسر الروتين وبيغير النكهة تماما، وهذا غلط يا شباب إنه هايط بالنعمة، بما أنك أنت ما أنت محتاج الفلوس هذه، ما شاء الله صاحب ورق، أتصدق يا أخي، شوف أهل سوريا كيف. مساكين كيلو الرز عندهم وصل 250 دولار. شوف في ناس محتاجين كثيرين. أتصدق على الجمعية الخيرية. نصيحتي للجميع مو بس لهذا الأدبي، نصيحتي للجميع اللي بتسووه غلط، ولكل الناس اللي هايطوا بالنعمة اللي بتسووه غلط، هذا مو كرم، هذا إسراف وتبذير بالنعم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وشكرا وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا.